السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله مزيان. كي دايرين مع الدنيا؟ مزيان الحمد لله. كنا خرجنا شويه في يعني شويه الفسحه، غير شويه نخرجوا صافي، درنا واحد الدوره وصافي. ايوا هذيك هي. وشكرا بزاف للتعليقات الحلوه والكلام الطيب اللي كتخليوها لي دائما في فيديوهات اخواتي. بعض المرات ما كيكونش عندي الوقت باش نرد عليكم، راكي عارفه كيكون هذا، كيكون عندي الشغل. بعض المرات غير نحط الفيديو صافي، نمشي ندير الشغل دغيا، راكي عارفه، تعرفوا اصحاب القنوات كتعرفوا كي دايرين مع القنوات. مزيان ان شاء الله، كلشي مزيان ان شاء الله، بالتوفيق لينا وليكم. اللهم امين، والصلاه والسلام على رسول الله. وغادي نشارك معكم الروتين ديالي، ونشارك معكم الوصفات وحتى سميتو النصائح. هنايا الروتين ديالي مثلا، هذا كان في الصيف ياك، ما شاء الله شفتو كي كيكون الورد، كيكون الخضوره في فصل الصيف، في فصل الربيع. ولكن دركي وقت الشتاء، فمن الاحسن كيكون هذوك الشجور دابلين. فشنو درت في الروتين اليومي؟ اذا فقطعت هاد الشجره نتاع اللي كانت فيها الورد، مزهره، ولكن فصل الصيف، فصل الشتاء صافي كتكون دابله صافي. اذا فقطعتها، ولكن خاصنا نقطعوا من الجذع ديالها اللي كيكون باين. ما عرفتش ما بينت لكم هنا، سمحوا لي. كيكون اللي كيكون بحال الجزء دائري، تما اللي خاصنا نقطعوا، ماشي غير هاجي وقطع صافي. وهكذاك وقطعتهم بعدا. ومن بعد الواحد يدير الشغل ديالو، كي عارفه الشغل هنايا راه ما يكملش، ماشي غير انايا، كلكم ماشي غير انايا، كلنا عندنا الشغل. المهم غادي نشارك معكم واحد الوصفه نتاع هذاك الكفتان اللي كندير على طريقتي، وغادي نخلي لكم رابط الوصفه هنايا باختصار، ولكن نخلي لكم رابط الوصفه كيف درتها. نقليو الكفتان، نديروها دائريه، ونديرها في زيت الزيتون، زيت حتى تحمل الاول عاد باش نديرها في هذيك الكويرات. ومن بعد نقلبها، ملي نقلبها هكذا صافي تكون قابضه راسها باش ما تتحلش. اذا فندير لها مثلا، ندير لها البصل ونخليها حتى تبال. اذا فندير لها الطماطم، ندير لها الطماطم، هذيك الطماطم انا هذه المره درت لها الطماطم تاع كرتون بحال تاع الكره تاع البيتزا اللي كتباع. من بعد ندير كاع وحده، ونزيد لها شويه الماء مع الملح، الملح قبل. من بعد صافي شويه العطريه الا بغينا، العطريه على حسب المذاق الذوق. ايوا من بعد صافي نخليها طيب طيب، نقص لها شويه ونخليها طيب. وهكذا كتكون عندها واجده ما شاء الله. ها هي، ها هي تبارك الله. نخلي لكم رابط الوصفه، عندي رابط الوصفه عندي في القناه ديالي، نخليها لكم. وكتخرج جديده ما شاء الله، بلا ما تحل بلا والو، لان ولا بد خصنا حتى نخليوها تقل عاد باش نقلبوها كما نعرفوا. الى قلتها للمبتدئات سمحوا لي، نعرف ما شاء الله كلنا كنعرفوا تبارك الله نطيبوا، الحمد لله والشكر لله، تعلمنا الحمد لله. وهذه الكروسه، هذه الكروسه العربه درتها لان باش ندي مثلا بها الحوايج، باش نديهم الماشينه لاله الغسيل الماعن، ولا بد خاصني نرفد وزيد نتمشى، وما نقدرش وصعيبه عليا باش نتمشى. اذا فنتمشى بها هذه. هذه كنت رميتها كاع، ما عنديش هذاك، كنت لقيتها هنا في الدار وقلت يلا خليها الفوق، طلعتها. اذا فعاد دركي جبتها وشديتها بهادو، درت لها هذيك الخنشه نتاع البصل، شديتها مزيان مزيان، هم يضحك ويبكي. هذيك هي الحمد لله على كل حال. ودرت لها هذا الصندوق، الصندوق اللي كنشريو فيه الخضره مثلا. ومن بعد درت فيه دوك الاواني، ندير فيه دوك الاواني ونتمشى بها، نتمشى بها، نجيبها حتى نديها حتى الالات الغسيل، لان الصعيب عليا باش نخاف نطيح كاع، نخاف نطيح، نرفدهم ونطيح. هاكي هاديك يعني مع هاد المرض، الحمد لله على كل حال، هذا الشيء اللي كنقول. والحمد لله بعدا لقيت هاد الكروسه، هاد العربه كنتمشى بها، ندير فيها دوك الماعن ونتمشى بها باش ما نطيحش. شحال مره كنت طحت، الحمد لله على كل حال، شحال مره كنت طحت. ايوا هاديك هي، ندير فيها كل شيء، سواء يا هذوك الماعن كيكون غسلتهم صافي، تغسلتهم الاله عاود نخرجهم تما، عاود نرفدهم نحطهم عاود في الخزانه نتاع الماعن. أو لا بغيت نرفد بها شي حاجة زعما الحق الحمد لله والشكر لله كتساعدني، نساعد بها باش نرفد بها عليها الحوايج، ومنها باش نضغط عليها لأن سينو غادي نطيح. المهم من بعد عاود الروتين، وشنو كنت درت؟ كنت شريت هاد الهيل من بعد الكاردموم شريته، ولكن قلت علاش غادي يضيع مسكين، خاصني ولا بد. مشيت نهرسو هكذاك، نهرسو شوية بشوية بلا ما ندقو كامل. ومن بعد كان درتو في، قلعت دوك الحبوب، دقيتو الاول، ومن بعد درتو هنا، راه غير بالتصوير وصايسينو غادي نديرو بجوج يدين مثلا. ونقلع دوك الحبوب، نقشرهم شويه، نقلعهم ديك الحبوب. ومن بعد صافي طحنتو، غادي نوريه لكم هنايا كيف طحنتو
انا غادي نبين لكم بان قلعت له هذا الحبوب، عرفتي تبارك الله فيه واحد الريحه واحد النسمه، وانا نقشره يعطر المكان كامل اللي كتكوني فيه. تبارك الله تفن ما شاء الله هذا الكردمون، يعني غير شنو هي الا درنا في الاكل ما نكثروش وصافي. ها هو هذا كله. هو كل شيء قشرته وما نقول لكش راه فيه الشغل بزاف الزيات، ولكن راه مزيان يمسم الاكل. ها هو طحنته هذاك الحبوب كله درته طحنته. ها هو طحنته ومن بعد نديرو شويه ماشي بزاف، باش ما لان الا درنا عاود بزاف غادي يكون مجهد في الاكل. ديروا شويه منه وصافي ماشي بزاف. وبغينا نديروه للدجاج او اللحم ولا اللي بغينا. وعندي بعدا نخلي لكم الوصفه نتاع التريد الا بغيتو، الوصفه التريد راه عندي هنا في القناه ديالي، وحتى وصفه جنحان الدجاج في الفران ما شاء الله كتجي مزيانه. الواحد كيدير في الفران ويتهنى بها بهذاك يرقد، يعني يدير هذاك سميتهم المرق العطريه ديالها وكله وحيديرو في الفران. وعاود هذاك عندي الوصفه نخلي لكم في القناه الا بغيتو، نخلي لكم تا وصفه التريد نتاع الدجاج. اذا عاود هذا وهذا المكرونه درتها بصلصه هذا بولونيز. انا كندير فيها شويه الخيزو بعض المرات، بعض المرات الا كان عندي الشغل بزاف غير نخليها بلا ما ندير لها الخيزو الجزر. انايا هنايا غادي نوريكم علاش انا اللحم ما غنخرجوش في الليل، لان الكفته ما خاصهاش تكون هي خاصها تكون طريه. الا كانت انا في المجمد فذا تما نخرجها هنايا وكندير لها هكذا ونقلبها في زيت الزيتون، نقلبها في نار متوسطه ونبقى نقلبها مره مره ونكرتها مره نكرتها كل مره حتى تكون عندنا هذيك حتى تكون صافي دبالت، يعني حتى تكون كلشي دبالت. وعاد حتى نضيف لها عاد البصل نخليها شويه طيب شويه اكثر، ومن بعد صافي هي كلها باش نوري لكم، لان انا ما كنخرجهاش ليله كامله. كاين اللي يخرجها ليله كامله، كاين اللي يخرجها تما عاد، يعني هذه باش تسهل. كاين شي واحد يستنى عاد حتى تذوب، نو انا ما نستناهاش حتى تذوب، نديرها تما هكذا غير نخرجها المجمد تما المقله ونبقى نكرتها مره هكذا ونقلبها مره وندير عليها داك اللحم اللي تحل وشويه الملح. ومن بعد صافي غادي تكون عندنا صلصه بولونيز، نديرو عليها نخليوها طيب شويه، ومن بعد نديرو عليها هذيك لي كاروت تكون صغيره نقطعها غير صغيره بزاف، نكون قطعتها غير صغيره ديك الجزر. من بعد صافي ندير عليها البصل، لان البصل كيدوب دغيا عليها الكاروت خاصها ولا بد مع اللحم. انا هكذا ندير لها بعض المرات. ومن بعد هنايا سمحوا لي الا طولته سمحوا لي، هنايا كنقول بان هذا انا كنت جبت واحد هذا النصيحه نتاع اللحم اللي بغينا نخرجوه تما نطيبوه الكفته. اذا فمن بعد صافي ملي غادي هذاك كما تشوفوا كتدبال صافي كيمشي لها كلشي، كتقيل على هذاك الجليد داك الثلج اللي كيكون فيها جمله. فمن بعد نحطوا عليها حتى هكذا الكفته باش تسهل صغيره، حتى هذاك اللحم اللي كيكون مدايب يتحل صافي نحطوه عليها فوقها باش هكا تسهل دغيا. الا كنا زعما زرباني الا كنا بغينا دغيا نطيبوا الغدا هذيك هي، فنديروا لها هكذا دغيا. ومن بعد غادي نقول لكم واحد النصيحه نتاع الطماطم الا ما بغيناهاش، الا كنا مثلا فتحنا غير كرتونه واذا فنخليوها في الثلاجه نخليوها ما نمشيوش عندها وكل شيء صافي، حتى نمشيو عندها القوا صافي ضاعت نرميوها. فمن الاحسن الواحد يديرها في المجمد. هنايا نضفت عليها البصل، هنا راني ما درتلهاش الجزر نورمال، كندير لها الجزر الاول وعاد نضيف لها البصل، لان حتى لان هذاك كيتعطل الجزر على البصل. هنايا هذه هي اللي قلت لكم طريقه، انه الواحد الا كان هذيك دوك الكرتونات نتاع الطماطم الا فتحناهم غير نهار مثلا يفتحهم ولا الاولاد يفتحوهم مثلا ويخليهم في الثلاجه، نقول لهم لا انا نقول لولدي يديروا في الكونجيلاتور. علاش؟ لان الا ما احتاجيتهاش غادي نخليها تما سيمانه جوج اسبوع ولا ثلاثه حتى تضيع، نمشي عندها نلقاها ضايعه نرميها. اذا فمن الاحسن نخليها هكذاك في المجمد، وحتى نبغي نمشي ندير مكروني ولا سباغيتي ايوا ونجبدها ونديرها. هنايا المكروني. اذا فمن بعد
لا هذا حتى الفخوماج غابي الا حتى ما احتاجيناش نديرو في هذاك لوساك ونديرو في المجمد عاود انا هكذا ندير له حتى الا شرينا بزاف فنخليه مجمد علاش لان باش ما يضيعش وهذا وشنو هي هذا المزيان للمعده انا راني كنشرب منه كيوجعني المعده كعارفه على حسب الدواء وكل شيء كيوجعني المعده فوشنو درت كنصبح على الصباح هذا كنت طيبي حتى 2 لتر واحد الرمانه 2 لتر في الماء وتخليها طيب تغسليها الاول نقولوا لها غير داك اللي يكون غامله داك الراس اللي كيكون ماشي مزيان هذاك هو نخليها طيب 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 هذه الرمانه كامله بها بقشورها كامله وكنشربها على الصبح الصبح بكري بلا قبل ما نفطر نشربها علاش باش تقلع لي شويه ديك الحرقه نتاع المعده كيوجعني ما عرفتش يمكن بالدواء وهاد الايام ما مانيش مزيانه على حسب الدواء وهذيك هي والحمد لله والشكر لله كنشربو مره مره وشكرا للمشاهده السلام